عليكم. انا ام ديال الطيف ديالي، خرجي دخلي دوز. المهم الله يوفقهم ويفتح بصيرتهم وصافي، امنا فيهم الله يوفقهم. ايوا هيا صاحبتي تي غتهضر. الخلعه الخلعه. نعم حبيبه. واش نقول لك، والله العظيم الا الوجع شادني انا، حق الله العظيم. فينا الخلعه بزاف. فينا الخلعه، ولكن امنا كبير في وليداتنا. فينا الخلعه. الله يوفقهم الله يوفقهم. حنا اللي كندوزو، وراه حنا اللي كنا تندوزو ماشي هما، لان راه كيعارفه الباك هي واحد المرحله كما تيقولوا هي الحد، يعني داكشي اللي قريتي من لو ديبي هنا فاش تبان. صح. ايوا امنا كبير الحمد لله في وليداتنا، رجعنا في الله، هذا ما يقول واحد. جيت عندي عندي ولدي غادي يدوز البكالوريا اليوم ان شاء الله، غادي يبداو الماده الاولى عندهم الفيزيكا هاد النهار، فيزياء. واش الشعور ديالك انت واقفه على اعصابك؟ ايوا انا على اعصابي ضروري، راني ام بحالي بحال الام جميع الامهات. كنتمنوا اليوم التوفيق ان شاء الله بنتي، نطلبوا ربي يسهل لي ام الامور، المجهود هما راه داروه، ايوا نطلبوا الكمال على صيد ربي سبحانه وتعالى. كنتو كتعيشوا معاهم ديك الفتره اللي كانوا ايوا بنتي راكي عارفه الضغط، هذاك الشيء تعرف راه حنا عايشين على اعصابنا، هما تيراجعوا حتى حنا واقفين معاهم. احنا راه تكونوا على عايشين على اعصابنا معاهم. رحيم الحمد لله كل شيء غادي مزيان، جوا الامتحان غادي مزيان، وليداتنا قراو مزيان الحمد لله، وخدموا خدموا معاهم الاساتذه، قراتهم الحمد لله المدرسه مزيان، وتعاونات معاهم قراتهم مزيان، والحمد لله راه كيدوزوا راه باجواء زوينه، ونتمنى الله تبارك وتعالى هو اللي يوفق الجميع، وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. كنتسناوهم لا كنتسناوهم، الشعور ديالنا مزيان الحمد لله، مرتاحين كنتسناوهم بكل راحه، زعما ما كاين حتى شي مشاكل لا والو. الحمد لله المدرسه خدمات معاهم مزيان وعاوناتهم، وخدمات والاساتذه داروا المجهود ديالهم، والاداره دارت المجهود ديالها، والحمد لله كنتمناو التوفيق لكل شيء، ونتمناو ان شاء الله يخرجوا بنتائج مزيانه ونتائج احسن. والسلام عليكم. السلام عليكم. انا جيت مع بنيتي غادي تدوز هذا النهار الباك، وراني تندعي معها الله يسهل عليها ويسهل على الجميع، وكنت تندعي معها هذا الشهر اللي كان تتوجد فيه الامتحانات، ايوا تندعيو مع الجميع وتندعيو معها هي ان شاء الله، الله يسهل امرها وتتسناها تخرج، تنطلبوا الله تعالى يوفق الجواب لكل شيء، ونطلبوا الله الخير. كان شويه ديال الخوف، شويه ديال الستريس ديال النعاس وقلة الماكله، ايوا كنا تنساعدوها بهكا تنشجعوها دائما، تنقولوا لها كلي يا بنيتي واللي دارها الله تكون، وهادشي اللي كنت تنقول لها، وتنطلبوا الله الكمال على الله. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. دونك انا كنهضروا على بالنسبه للتلامذ، وجدناهم من الناحيه النفسيه، نوع الاستاذ ديال الماده ديال الرياضيات، كنا وجدناهم من الناحيه النفسيه، كان عندهم الوقت كافي انهم يوجدوا راسهم، خدموا داروا مجهودهم، درنا مجهودات ديالنا، وجهنا اطرنا كوناهم الى اخره، والحمد لله راه مشاو يعني على ما كنظن في واحد النفسيه اللي هي رحبه، رصدناهم رصصنا لهم الطريق ان شاء الله تعالى، وراه ما يكون الخير، وربي راه تيكمل كل يعني كيكمل خلاص المراد ديالو ان شاء الله تعالى، وبالتوفيق للجميع. ما كنظنش زعما حتى الامتحانات الحمد لله راه كانوا في المستوى، والله يوفق هادشي اللي كاين، خصهم غير شويه ديال التركيز ان شاء الله تعالى، وما يكون الخير خلاص. راه لا الجمعيات ولا الدوله ولا خلاص القطاع العام ولا القطاع الخاص، راه دايرين جهدهم،
والحمد لله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق هاد الوليدات هادو، واللي ما توفقش ان شاء الله بالعاديه باقي الاستدراكيه بجهد الله تعالى، والمهم العام يدوز بالبكالوريه بجهد الله تعالى، هادشي اللي كاين، وكنتمنى لهم الخير والتوفيق والسلام عليكم. راه بحال اللي كندوز الامتحان دابا، ماشي هو اللي كيدوز الامتحان، هذا هو الشعور ديالي انا كثار منه، هو مازال هو ما مخلوع، ما انا راه كثار من هذا. كنتمنى للوليدات كلشي النجاح ونجحوا كلهم ويتعاونوا مع الصبانه ويتعاونوا تما تفوز القسم ويرخفوا عليهم شويه الاساتذه ويكونوا موجودين، ونتمنى من الله ينجحوا كلشي ويكونوا بخير ويفرحونا هنا، راه حنا ما نعسناش وضلينا فايقين، وهذه هاد السنه كلها وحنا اللي كنقراو ماشي هما اللي كيقراو، هو هذا الشيء اللي كاين. ما جيتش اليوم؟ انا جيت مع 7:30 وفايق مع 6 الصباح. والله الا مع 6 الصباح وفايقين فطرنا جينا مع 7:30 لهنا وقفنا وحنا كنتسناو دابا النتيجه ديالنا رد الفعل ديالنا، مصاب غير يوقف معهم الله سبحانه وتعالى ويفتح لهم البصيره ويكون غير خير ان شاء الله. شعور كاي امراه خايفه على حتى هي مرتبكه راك عارف بحال اللي حنا اللي غندوزو ماشي هما اللي غادي يدوزو. ايوا كنتمناو لهم النجاح هما وجميع المسلمين كافة اجمعين، هذا هو اللي كنتمناو لاي واحد في الصباح بكري قد يقدو. ايوا واش غادي نديرو، الام هي هادي اولا كاي ام، الله يسمح لنا بحق الوالدين، كنتمنى لهم النجاح في جميع الاعمال ديالهم، هذا هو اللي كنتمنى لهم النجاح ويفتح لهم الله البصيره باش يدوزو مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.